السلام عليكم المشاهدين. اليوم غنقدم لكم لسان الطير بالطريقه ديالي اللي معتمده عليها، وكتجي زوينه وكتجي حاجه خفيفه ودغيا بالسرعه كتوجد. مع شهر رمضان الواحد كيبغي يدير كل نهار ماشي دائما الحريره. اليوم غنقدمها لكم ان شاء الله بطريقتي، كتجي سهله ودغيا كتوجد. كنحتاجو شويه الحمص، شويه د واحد الجاره زاره هكا كبيره وعلى حسب الافراد، حبه البصله، شويه ديال الكرافس، لسان الطير على حسب الاعداد ديال الافراد اللي في الدار، لاصوص طوماط، كاين في التوابل كاين شويه البزار، الملحه، الخرقوم، راس الحانوت، سكينجبير، شويه ديال الملوين، شويه د الدجاج كندير شويه انا غير باش النسمه باش كيتبنن. انا غنديرو ان شاء الله في الطاوه وتشوفوا معايا، غنديرو تشحر وتشوفوا تتبعوا الطريقه باش تفهموا مزيان، تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تفهموا الطريقه. هذا المعدنوس وشويه القزبور خليته الاخير حتى التالي، انا ما كنبغيش نقطعو باش ما يكونش عندي، كنبغي راس الحانوت الريحه ديالها تكون مجهده على التوابل الاخرين. المعدنوس ما كنبغيش نقطعوه هو والقزبور باش ما تجينيش الريحه مجهده، انا يعني كنبغي يجي ريحه لوغون تاع راس الحانوت. ولاصوص طوماط اللي كندير اخواتاتي كنديرو هذه زوينه، كتكون شويه مكعبه، ما بغيتش نوري لكم الماركه، هذه هي اللي كنستعملها انا مع راس لسان الطير، كتجي زوينه ماشي حامضه، كتجي زوينه. وشويه الزيت البلديه، غندير كلشي في الطاوه ان شاء الله، انتم تبعوا معايا الطريقه تبعوا معايا. شويه الجزر، البصله، شويه القرافس، كنقطعو شويه كبير باش كنبغي انا يكون باين، والتوابل ها هما حطيتهم، ولا صوص طوماط. غنديرو كلشي في خطره ونديرو يتشحر. الزيت البلديه كندير غير شويه، انا ما كنقويش الزيت باش ما كتجينيش ميدمه بزاف، ديك 3 د المعالق 4 د المعالق. اخواتاتي غندير كلشي فوق العافيه يتشحر، ها انتم الطريقه، غندير كلشي فوق نشحر كلشي فوق العافيه ونرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم المشاهدين بعد ما تقلات الطاوه ديالي مزيان، ريحه راس الحانوت، على يا سلام على الريحه طالعه تاع راس الحانوت. اللي بغى يديروا بالتقطيعات نتاع اللحم يديروا، انا درتو غير بشويه ديال الدجاج، وانتم ديروكو على كل واحد على حسب داكشي اللي باغي. انا درت غير هكا، دابا راه غنمرق، ندير المرقه نرمد ديك التنسيمه نتاع القزبور والمعدنوس، كيعجبني يكون غير هكا باش ما كتغلبش. قلت لكم ديك الريحه على ريحه راس الحانوت، كتعجبني انا ديك ريحه راس الحانوت تكون خارجه، هذاك الشيء باش انا دابا غادي نمرق الطاوه ان شاء الله ونرجع معاكم ان شاء الله. انا غادي نمرق الطاوه ديالي، ديك الساعه المرقه كديروا على حسب داك الاخر اللي غديرو، كاين اللي كيدير غير شويه، كاين اللي دار غير، انا راه شتو المقادير اللي درت، غير درت غير واحد زليفه صغيره. وانتوما اللي بقى يبغي يزيد القرعه يزيدها، اللي بغى يزيد شي حاجه يزيدها عليه، انا كنفضل نخلي غير هكا هاد المقادير اللي درت، وان شاء الله ملي يطيب ونرجع معاكم ان شاء الله وتشوفوا التقديم ديالو كي كيجي. كيجي زوين لسان الطير ديالنا، ها هو اللي كنت وجدت، كيجي غزال. اللي بغى يديرو باللحم يديرو، انا درتو بالدجاج، تقطيعات نتاع الدجاج، اللي بغى يديرو باللحم يديرو، انا درتو هكا، ها انتما كيجي كيجي زوين. كنحيد واحد الزلافه كنعمر فيها لاصوص، حتى الا كان زعما اللي دارو بكري كيحيد واحد الزلافه، من بعد كتزيدوها. هذه هي الطريقه اللي كندير، وقبلوا عليا وهانتوما كتشوفوا المراحل ديالي كاملين. وكنتمناو ديروا لنا جيم وديروا لنا ابوني وتشوفوا الطريقه ديالنا وتبعوها حتى الاخير، وغتعرفوا وكتجي زوينه، جربوها
ايوا خليو لي في التعاليق، جربوا البريوات وجربوا الماء السبانخ اللي درت. والسبانخ احباباتي انا هزيتهم غير من المجمد، الا ما كيكونوش عندنا دائما طريين هزيتي ديال المجمد ودرتهم معاكم وغتجربوهم. اللي كلاهم عندكم غتحب لهم بالبقوله. انا رجعت معكم المشاهدين، غنقدم مع السانتير اللي وجدت، غنقدم معاه السبانخ بالطريقه ديالي، لي زيبيناغ اللي ما كيعرفش السبانخ شنو هما لي زيبيناغ، غنقدمهم معاكم بطريقه كيجيو بحال البقوله. غندير لهم طريقه البقوله. ها انتم ها السبانخ قطعتهم، كندير معاهم القزبر والمعدنوس، كندير معاهم شويه الحامض، الكمون، شويه البزار، شويه السودانيه، الملح على حسب الذوق، وغنرافقها بالبريوات، غنصغبهم بالبيض مسلوق والفرماج مثلث ولا مربع، المهم اللي عنده باش ما يقضي. كاين درت شويه القزبر، كان درت ثلاثه د البيضات، ثلاثه د الفرماجات، شويه د القزبر، شويه د المعدنوس، شويه د البزار، شويه د الملح ان الفرماج مالح، وشويه ديال الكوزه والورقه باش نجمعوها. انا غندير لي زيبيناغ وهذا كلشي يتشحر فوق في المقله ان شاء الله، ونرجع معاكم وتشوفوا التقديم كي غيجي. انا غندير كلشي يتشحر ان شاء الله. هانتوما المشاهدين ديالي المتتبعين ديالنا، هانتوما البريوات راه صغبتهم بالفرماج والبيض، هز ثلاثه د البيضات مع ثلاثه د الفرماجات مثلثات ولا مربعات كما بغيتو، كيجيو غزالين، كيجيو خفاف. وديروا لهم شويه ديال القزبر ولا المعدنوس ولا اللي بغيتو، انا هادشي اللي كنضيف فيهم كيجيو لذاد وصحة والراحه. اللي بغى يديرهم في الفور يدهنهم بالزبده يخشيهم في الفور، اللي بغى يقليهم في الزيت يقليهم في الزيت، كيجيو زوينين. ما عنديش الوقت باش نوري لكم الطريقه، المهم كلشي كيعرف الطريقه ديال الطويان ديال البريوات، راه كلشي كيعرف الطريقه تبارك الله. راه المسلمات ماشي خافيه عليهم هادشي، ولا المغربيات ولا الجزائريات ولا التوانسيات، المهم المسلمات راهم عارفين هادشي هذا. ايوا حتى التقديم ان شاء الله، ونوري لكم لا سانتير اللي وجدت مع لي زيبيناغ، حنا كنقولوا السبانخ والاخر والبريوات. التقديم ان شاء الله. انا رجعت معكم اخواتاتي باش تشوفوا الطريقه نتاع البريوات اللي درت. انا كنقليهم، هانتوما القليان راه كلشي كيعرف كي كيدير كيقلي البريوات ديالو. من بعد ما رجعت معكم اخواتاتي، هانتوما لي زيبيناغ كي كيجيو كيجيو، اللي غياكلها عندكم غيقولوا راه البقوله، ما غاديش يقولوا راه لي زيبيناغ. طيبوهم، انا كانوا عندي غير في المجمد، درت غير ديال المجمد، ديروا لهم شويه الزيت البلديه وشويه الثومه. ها هما انا شحرتهم مزيان، اسمحوا لي شويه التليفون عندي ما كيديرش مزيان، ها الضو عندي شويه الضو ناقص. هانتوما كيتشحروا كيجيو زوينين، هانت شحروهم بحال البقوله، ديروهم ما تفوروهمش، لان البقوله كنفوروها، هادو ما كنفوروهاش، كتجي رائعه. هانتوما شحروهم مزيان، تاي تشحروا مزيان، وديروا لهم شويه الثومه والزيت البلديه، وبالصحه والراحه. هذا هما الطريقه اللي كندير انا لي زيبيناغ، اللي كلاوهم عندي تحب لهم بقوله، ملي تصغبوهم مزيان وتبعوا المراحل حتى التالي، وغنملي في التقديم ان شاء الله وتشوفوهم كي كيجيو. انا رجعت معكم المشاهدين، ها انتم البريوات كي كيجيو، ها السانتير، ها لي زيبيناغ، حنا كنقول السبانخ، كاين اللي كيقول السبانخ، كاين اللي كيقول لي زيبيناغ، شتي كي كيجيو كيجيو زوينين وبالصحه والراحه. وجربوهم في رمضان ولا جربوهم دابا، وخليو لي التعاليق ديالكم، كنتمنى يعجبوكم وبالصحه والراحه، وخليو ديروا لنا لايك ودعمونا في القناه، وان شاء الله الوصفة المقبلة إن شاء الله غنقدمو لكم شي حاجة، كنقدم غير شي حاجة لي ساهلة فاسيل أفيغ، لكل شي تجيو مساهلة، لكل شي يقدر يديرها وبصحة وراحة. هادو اللي كيجيو بالبريوات بالفرماج والبيض كيجيو زوينين، كيجيو زوينين، كيبغيهم الوليدات ديالنا،
كيجيو فيهم المنفعه كبيره، فيهم البيض والفرماج، ديروهم وجربوهم وردوا عليا الخبار. هانتوما كي كيجيو، كيجيو زوينين فتيين، كيجيو غزالين. هانتوما وجربوهم، او ديروا، انا كنديرهم بالورقه ديال ماشي ديال اليد، غير اللي كنشريو من المواكز وصافي. هو كنتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، و حتى الفيديو المقبل ان شاء الله، ونقدم لكم طريقه اخرى ان شاء الله، والصحه والراحه.